أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، أو مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، في هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف. أولا في سنة 1418 بالضبط كده أصابني مرض، هاجمني مرض خطير مميت. 1418 كنت أيوة في نعم جدة. نعم كنت في جدة، ذهبت إلى مستشفيات من أكبر المستشفيات في جدة، أجمعوا على أن العضو الذي أصيب أصبح تالفا بالكلية ولا يمكن ولا يرجى منه برء ولا شفاء ولا يوجد له علاج. ذهبت إلى جميع المستشفيات المتخصصة في جدة، آخر مستشفى ذهبت إليه كان الطبيب استشاري ومتخصص في هذا العضو، قال لي بنفس الكلام، قال لا تتعب نفسك، فالعضو منتهي ولا يوجد أمامك فرصة سوى شهر فقط وتموت. إنا لله وإنا إليه راجعون. فعليك أن إن كان عندك وصية اكتبها، إن كان عندك ديون سددها، إن كنت تريد أن تموت في بلدك أو تدفن في بلدك فمن الآن اعمل حسابك. سبحان هذا الله. كلام بهذه الطريقة كان يقوله. نعم هذا آخر شيء، ولكن الجميع كان مجمع على أن العضو تالف ولا يوجد له علاج وانتهى موضوعه. وفي الختام قال لي الطبيب هذا الكلام. هذا كان في شهر رمضان وكنت أصلي بالناس، وكان بدأ علي التعب والمرض، والمرض كان في عضو حساس، عضو عليه يعني مهمة كبيرة بالنسبة للجسد، ألا وهو الكبد. الكبد عندي كان تليف وأصابه العطب وأصبح لا يؤدي عمله بالكامل، وظهر على جسدي هذا الكلام. بعد أن أخبرت بهذا الخبر من الطبيب عدت إلى البيت، وكان معي أخ فاضل طبيب أيضا في مستشفى الملك فهد، وكان يرافقني فيها في هذه المستشفيات وفي هذه الرحلة. كان أبي يرحمه الله تعالى كان عندي هنا في زيارة، هو ووالدتي يرحمهما الله تعالى، فقررت أن أخبر أبي بهذا الأمر ولم يكن يعلم بذلك من قبل. قررت أن أخبره. هذا المرض كان من زمان ولا فجأة جاءك؟ لا هو كان عندي من زمان بس كان وكنت أعالج منه ولم يحدث، يعني لم يأذن الله تعالى بالشفاء. سبحان الله. ولكن في نهاية الكلام وصلت إلى هذه المرحلة، فقررت أن أخبر أبي يرحمه الله تعالى. جلست معه وبهدوء قلت له يا والدي، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتليني ويختبرني ويبتليك ويختبرك، ماذا عندك؟ قلت له الموضوع بالكامل، والطبيب قال لي أمامك شهر وتموت. فماذا قال لي والدي؟ أنا كنت خايف على والدي من هذا الكلام. سبحان الله. فماذا قال لي والدي؟ قال الحمد لله، أنت أفضل من غيرك، غيرك يخرج في الصباح يطلب رزق الله فتصدمه سيارة فلا يرجع إلى بيته ويذهب إلى القبر، فالحمد لله أنه قدامك شهر مهلة، فأرني ماذا ستقدم لآخرتك. الله أكبر. أرني ماذا ستقدم لآخرتك. قال الرحلة طويلة وتحتاج إلى زاد، اجلس في هذا الشهر قدم لإيه؟ لهذه الرحلة. الله أكبر. فكتبت وصيتي وسلمتها لأبي وأخبرت زوجي وأولادي، وجلست في غرفة، خصصوا لي غرفة، وتركت العمل وخلاص إنسان يعني أطباء منتظر. قرروا قالوا له أنك حتموت بعد شهر. نعم طبيعي أنه وكان معي الطبيب ووافق على هذا الكلام فعلا،
من خلال التحاليل والأشعات والعينات اللي أخذوها أثبتوا بأن هذا خلاص الكبد انتهى ولا يمكن له زراعة حتى الزراعة قالوا ليست لا تصلح له الزراعة لأن في أصاب الكبد ورم والورم انتشر ولا يستطيع ولا حتى الزراعة لا تصلح. المهم يا سيدي الفاضل جلست في غرفة ولم يكن همي إلا أن يغفر الله لي وجلست أمامي القرآن المصحف والزمزم والعسل والحبة السوداء وهذا كان هؤلاء كانوا رفقائي وأصدقائي في الغرفة لحالي وحرم الأطباء علي كل الأطعمة يعني أشرب مية أكل سليق بدون ملح بهكذا لحمة ما فيش كل هذا أو لا ما تأكله وفعلا كلما أكلت شيئا من ذلك أخرجه على طول ما يجلس في بطني ولا في معدتي. المهم يا سيدي الفاضل جلست هذا الشهر أنتظر الموت كان شهر بداية شهر شوال لأن هذا كان في آخر رمضان فالمهلة اللي عندي هي شهر شوال فأقرأ كلام ربي وأنا موقن بأن الذي خلقني من العدم يحييني الله أكبر موقن وأحسن الظن بربي جل وعلا فكنت لا أنام في الليل ما أنا بعد شهر هنام نوم طويل فلا أنام أظل بين يدي ربي أقرأ القرآن وأناجيه ففي ليلة من الليالي في السدس الأخير من الليل يعني ناديت ربي ودعوته دعاء يعني دعاء عجيب شوي فتح من الله نعم كنت قبل ذلك إذا مرض أحد من الناس وقالوا يا عبد الحليم تعالى ارقي فنجلس ونقرأ بفاتحة الكتاب الله تعالى يشفيه الله يشفيه فجلست بين يدي ربي في ليلة من الليالي في النصف الأول من شهر شوال وقلت يا رب يعني كنت أضع يدي وأقرأ الفاتحة على فلان وفلان عبدك فلان وفلان فتشفيه يشفى بإذنك وبرحمتك وها أنا أجلس أمامك وهنا بين يديك أغلقت أبواب البشر أمامي ولا يوجد إلا بابك الذي لا يغلق وإذا أغلق العبد بابا فتح الله جل وعلا أبوابا وأتكلم مع ربي بهذا الكلام وأنا أقول لدرجة قلت يا رب أنا أولى بأن تأخذ بيدي وتشفيني المهم يا سيد الفاضل بعد هذا الدعاء وبعد نصف شهر الأول من شهر شوال كنت أشعر بأن صحتي تتحسن سبحان الله وبدأت أطلب بعض الأطعمة التي حرمت علي وزوجتي تمنعني من الأطعمة ووالدي الله يرحمه يقول أعطوه هذا بيموت إيش ماذا تريدون منه أعطوه اللي هو عايزه خلوه يأكل اللي في نفسه مدام هاي رجل بيموت بعد شهر ولا بعد 15 يوم خلوه يأكل فبدأت أكل الأطعمة التي حرمت علي فلم أجد يعني أجد الجسم يستريح وصارت يستقبلها ما يرفضها ويستقبلها بدون رفض سبحان الله بعد ذلك الدكتور سمير زمزمي بارك الله فيه كان راسل تقريبا بعض المراكز في الهند وفي خارج المملكة فقالوا من الممكن زراعة كبد من الممكن في أمل لزراعة الكبد فأخبرني بذلك فقلت له نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله لما لا قالوا عندك مركزان يزرعان الكبد كان واحد في أمريكا واحد في مصر في مركز اسمه دار الفؤاد في 6 أكتوبر قال هؤلاء يعني يزرعون المركز هذا يزرع كبد فأرسلت لإخواني في مصر وأخذوا الأشعة والتحاليل والتقارير وذهبوا بها إلى المركز فقالوا لا بأس نراجع المراكز في اليابان وفي فرنسا نحن نتعامل معهم ونعرض عليهم التقارير هذه فإن رأوا أن الأمر يصلح لزراعة الكبد نقول لك
بعد فترة حوالي 5 أيام رد وقال أخبرونا بأنه يمكن الزراعة. جميل. المهم يا سيد الفاضل، مضى شهر شوال ولم يمت العبد لله. الله أكبر. وهو الشهر الذي كان الذي حدد لي للحياة. مضى شهر شوال ولم أمت، ودخل ذو القعدة وأيضا وأنا على قيد الحياة، إلى أن أخبرني أخي بأن أنزل أعود إلى مصر لأدخل المركز ويقومون بإجراء زراعة الكبد أو كما يريدون. وودعت أهلي وأوصيت بهم خيرا وأخذت نفسي وسافرت إلى مصر. استقبلوني في المطار بسيارة إسعاف وأنا كنت ماشي على رجولي، وأنا أشعر وأثق بأن ربي سبحانه وتعالى، بأن ربي شفاني، وأن هناك أمر حدث لي غير المعادلة بالكلية. هذه التقارير اللي أرسلت لمصر وللهند كانت في شهر رمضان أو كانت أيوة كانت آخر تقارير. كانت جميل. آخر تقارير. جميل. لما رحت دار الفؤاد في المركز الزراعة، وبدأوا بالأشعات والتحاليل والعينات للكبد، وإذا بالطبيب اللي هو المعالج يقول أين المريض؟ قالوا هذا المريض اللي جالس أمامك. قال لا، هذا ليس مريض. سبحان الله. هذا ليس مريض. يا دكتور معاك الأشعات والتحاليل وأرسلناها وهذا. قال أنا معك في ذلك، ولكن التحاليل التي أجرناها اليوم والأشعات والعينات تقول إن هذا ليس مريض. فأجرينا تحاليل مرة أخرى، ربما يكون المعمل أخطأ. أجرينا تحاليل أخرى فخرجت نفس النتيجة، لا يوجد مرض ولا يوجد ولا في أين المريض. سوينا تحاليل في معامل أخرى في خارج هذا المركز، وإذا بالجميع يجمع على أن ليس هناك مرض. فأخبرني الطبيب، جلس معي بهدوء، قال يا ولدي، نفس الكلام هذا، يا ولدي لماذا تصر على أنك مريض؟ أنت لست مريضا، عندك كبد جديد مزروع من شهرين. سبحان الله. كبد طفل زرع يعني يمكن عمره شهر أو شهرين قريب، حتى لسه ما أخذ اللون الطبيعي للكبد. خلاص روح أخرج. خرجت والله وأنا واثق من هذا الكلام. حينما دعوت ربي في ليلة استجاب ربي سبحانه وتعالى فيها لدعاء. عدت إلى المملكة، رجعت المستشفيات التي كنت أتردد عليها. كلما ذهبت إلى مستشفى أجروا لي تحليلا فيقول الطبيب ماذا حدث لك؟ أنت زرعت كبدا جديدا؟ قلت نعم. فين زرعته؟ قلت زرعه لي رب العالمين. إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.